بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد. كرة البلد في كل بيت في البلد. في هذه الحلقة ننتهز هذه الفرصة ونهني حضراتكم والشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بألف خير. غدا إن شاء الله أول العام الهجري. أولى فقرتنا في هذا البرنامج فقرة الأخبار. أولى الأخبار معانا النهاردة، الأهلي يبدأ اليوم رحلة الاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك. يبدأ اليوم فريق النادي الأهلي الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها إقامتها يوم السبت القادم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد مباراة أسوان التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. ويتطلع النادي الأهلي إلى الفوز بالمباراة للاقتراب بشدة نحو لقب بطولة الدوري المصري لعام 2020. تاني أخبارنا النهاردة، المصري يشيد بالمهاجم النيجيري أوتسين أموتو عقب تعافيه وعودته لتدريبات الفريق. شهد مران الفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي مشاركة المهاجم أوتسين أموتو، حيث ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني طيب للغاية استحق به إشارة الجهاز الفني للفريق بعد تعافيه من إجراء عملية استئصال الزائدة الديدية. ثالث أخبارنا النهاردة، سيراميكا كليوباترا يواجه النصر الخميس المقبل استعدادا لمباريات القسم الثاني. قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان خوض مباراة الودية يوم الخميس المقبل أمام النصر على ملعب الأخير. يسعى هيثم شعبان إلى تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في هذه المباراة استعدادا لمنافسات القسم الثاني المجموعة القاهرة. نادي الحمام يخوض تدريبه الأول عصر اليوم استعدادا لاستكمال الموسم. وأيضا بتروجيت يفوز على الشرقية بثلاثية نظيفة في إطار استعداد بتروجيت للقسم الثاني. المنصورة يعسكر في معسكر مغلق بجمصة استعدادا لاستئناف المسابقة. ثلاث مباريات ودية لفريق النصر أمام البنك الأهلي الأربعاء وسيراميكا الخميس وبتروجيت 31 أغسطس. المنيا يواصل تدريباته القوية ويتدرب على الرمال ثلاثة أيام استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني. تاني فقراتنا في هذا البرنامج، برنامج كرة البلد، صورة وتعليق. أول صورة معانا النهاردة، الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم دونجا. جدد مسؤول نادي الزمالك مفاوضاته مع إدارة نادي بيراميدز بشأن التعاقد مع اللاعب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وتم عرض 30 مليون جنيه من أجل ضم عماد دونجا. تاني صورة معانا النهاردة، علاء شعبان لاعب بلدية المحلة يعلن رحيله. أعلن علاء شعبان نجم بلدية المحلة عن رحيله عن الفريق اعتراضا عن التزام النادي بنتيجة تحليل اللجنة الطبية وعزل اللاعب اتباعا لبروتوكول وزارة الصحة واللجنة الطبية بعد ما أثبت تحاليل اتحاد الكرة إيجابية تحليل كورونا. وقام اللاعب بتحليلين آخرين على نفقته الخاصة وأثبتت سلامته من الإصابة. علامات استفهام كبيرة حول تحاليل اللجنة الطبية ونتائجها
يا ترى أين الحقيقة؟ تالت صورة معانا النهاردة تجارب ودية لميت ناشئ لاختيار 5 لاعبين للفريق الأول بالزمالك. عقدت لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك تجارب ودية بملاعب الناشئين، شارك فيها 100 لاعب من مختلف الأعمار السنية للاستقرار على اختيار 5 لاعبين يتم الإعلان عنهم لاحقا. واللجنة من طارق يحيى المشرف العام على الناشئين ومدحت عبد الهادي وغانم سلطان وعادل المأمور. رابع صورة معانا النهاردة محمود متولي لاعب الأهلي يجري جراحة الصليبي في القاهرة. يجري محمود متولي مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي جراحة الرباط الصليبي اليوم بمعرفة الدكتور أحمد عبد العزيز بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مباراة أسوان أمس الأول في الجولة 20 لبطولة الدوري المصري والتي فاز فيها الأهلي 3-0. نتمنى الشفاء العاجل للاعب محمود متولي لاعب النادي الأهلي. وأعزائي المشاهدين نخرج لفاصل مع تقرير بطولة محبوب الجماهير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام ومعانا نجم من نجوم كرة القدم، يعني صالة وجالة في ملاعب عديدة ولعب موسمين في نادي غزل المحلة وأيضا لعب في أندية كتيرة. النهاردة بيشرفنا اللي يكون موجود معانا نجم كرة القدم الكابتن محمد جمعة نجم نادي غزل المحلة السابق. اهلا بك يا كابتن محمد. حبيبي يا كابتن محمد، انا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك النهارده وبهنيك على البرنامج الجميل ده وربنا يكرمك ان شاء الله في اللي جاي، وانا سعيد والله ان انا موجود مع حضرتك النهارده وبالتوفيق ان شاء الله في القادم باذن الله. كابتن محمد جمعه نجم غزل المحله السابق ولعبت في انديه عديده، عاوزين نعرف الساده المشاهدين محمد جمعه السيره الذاتيه بتاعت محمد جمعه بدا فين وراح فين والسيره الذاتيه بتاعت اللاعب محمد جمعه. والله يا كابتن انا في الاول ناشئين نادي بن عبيد وتصعدت فريق اول وانا عندي 16 سنه اللي كان صعدني كابتن عادل صديق، انا بعتبره ابويا ده لانه هو له فضل عليا بعد ربنا، هو اللي صعدني من وانا 16 سنه فريق اول لحد 20 سنه بقيت العب فريق اول مع بن عبيد وكده، وانتقلت بعدها لنادي الحمام في فريق في مطروح اشتروني ب 100,000 جنيه من بن عبيد، وبعد الحمام قعدت سنتين في الحمام وبعد كده رحت سمنود ممتاز بيه، وبعد كده المحله اشتراني من سمنود ب 300,000 جنيه، كانت المحله دوري ممتاز وكده ورحت هناك قعدت هناك سنتين، وبعد المحله انتقلت لنادي نبارو سنه، وبعد نبارو رجعت بني عبيد تاني عندنا في النادي، وبعد كده طلعت تاني سمنود ممتاز بيه برضو، وبعد كده انتقلت لنادي ميجا سبورت اللي بيرقصها الحاج احمد مجاهد المحترم، وبعد كده رجعت تاني بني عبيد، واخر خطواتي في مينيا سمنود السنه دي. الكابتن محمد جمعه يعني خلال موسمين قضيتهم في نادي غزل المحله في الدوري العام الدوري الممتاز، قول لنا يعني ايه الانجازات اللي انت حققتها وبعض زملائك اللي كانوا بيلعبوا معاك في نفس الفريق في نفس الجيل. والله انا قابلني سوء توفيق في المحله، انا رحت المحله دوري ممتاز مع كابتن صلاح النهي، كان موجود في الفرقه في الفتره ديت الكابتن محمد عبد الله نجم الاهلي والاسماعيلي ومنتخب مصر، كان موجود كابتن رضا متولي نجم منتخب مصر وكابتن محمود صبحي، وكان موجود الكابتن عمرو رمضان، وكان جيل كويس في المحله، بس انا قابلني سوء توفيق في المحله اللي انا في فتره الاعداد في اول سنه ليا جالي رباط صليبي، وقعدت اهل 6 شهور، كنت ماشي كويس في فتره اعداد وكنت هداف الفرقه وكنت ماشي كويس، وكان كابتن صلاح كلمني قبل الدوري ما يبدا قال لي انت ان شاء الله هتبقى موجود في السنه دي كعنصر اساسي في الفرقه، بس انا قابلني سوء توفيق في النادي هو اللي بعدني شويه في المحله وكده يعني. تمام.
طيب انت حضرتك السنة اللي فاتت كنت بتلعب في نادي مينية سمنود ومن احد اندية القسم الثالث صح؟ صح يا كابتن. ويعني اندية القسم الثالث واندية القسم الرابع يعني العقود بتاعتهم عقود بسيطة جدا، مقدمات بسيطة ومرتبات شهرية يعني حاجة بسيطة برضك. قول لي يعني انت كلاعب ممثل لاندية الاقسام الثالث والرابع من شهر 2 لعند شهر 8، يعني استئناف المسابقة للقسم الثالث هيبقى أول أكتوبر في أول 10، تمام. واستئناف يعني التدريبات أو المساحات علشان يجروا التدريبات 25 أغسطس الجاري. قول لي يعني لعيبة القسم الثالث والرابع إزاي قدروا يدبروا فلوس أو يدبروا الحياة المعيشية لهم، سواء كانوا لعيبة يعني فاتحين أسر يعني مثلا ومتزوجين ولهم اولاد، ايده يعني قول لنا ازاي دبروا الاحتياجات اليوميه ليه يعني عشان يعيش. والله كويس يا كابتن انت فتحت الموضوع ده. بصراحة يعني انا من ساعة ما اعلنت مع حضرتك ان انا هطلع مع حضرتك، في لعيبة كتير زمايلي كلموني من الدرجة الثالثة ومن الرابعة ومن الممتاز به، وبصراحة اللعيبة دي بقالها دلوقتي بقالها 7 شهور قاعدين في البيت، تمام وكان مصدر رزقهم الوحيد هو الكورة. الناس تمام ما بتعرفش تلعب غير الكورة، اتربوا على التدريب وعلى الاكل الكويس وعلى الماتشات وعلى كده وده، فالناس دي ملهاش مصدر رزق غير الكوره. تمام فيعني انا يعني بناشد المسؤولين اللجنه الخماسيه من خلال حضرتك يعني يبصوا للدرجات اللي تحت اللي هو الدرجه الثالثه والممتاز بيه والدرجه الرابعه، لان الناس دي بصراحه يعني الناس ديت يعني بيشحتوا، يعني فاتحين ديوت، فاتحين ديوت مش عايز اقول لك يعني الناس دي بتشحت وبتستلف فلوس لو في لعيبة كابتن محمد يعني لعبوا يعني او اشتغلوا بمهن اخرى، في يا كابتن يعني في في للناس اللي بتشتغل يعني على عربيات بيبيعوا سندوتشات في في يا الشوارع. كابتن في لعيبه كتير يا كابتن، وفي اللي شغال نجار مسلح، وفي اللي راح اشتغل بيشتغل في الارض مع في والده، ناس جابت تكاتك وفي اللي وشغال جاب عليها. في ناس جابت تكاتك. ويعني بصراحه انا قبل ما اطلع مع حضرتك لعيبه كتير كلمتني، لعيبه في الدرجه الثالثه وفي الممتاز بيه وفي الدرجه الرابعه، قالوا لي يعني عايزين تسير الموضوع، لان احنا خلاص ما عادش ناكل، يعني لازم اللجنه الخماسيه تشوف حل الموضوع ده. اللعبه دي قاعده بقى لها 7 شهور دلوقتي، محتاجين الكره ترجع، محتاجين الحياه ترجع. الممتاز لعب والممتاز بها هيلعب اهوت، لازم الدرجه الثالثه والرابعه يشوفوا لهم حل برضك، لان الناس دي بقى لها 7 شهور قاعده، فلازم يشوفوا حل الموضوع ده بصراحه. يعني وخاصة الأندية النشاط كان متوقف فيها، ما فيش أي موارد، طبعا ما فيش أي يعني أوجه موارد داخل النادي علشان يقدروا يقبضوا اللعيبة دي. يعني رئيس النادي دلوقتي، انا مثلا انا بلعب في مينيه السمنود، انا بصراحه الاستاذ احمد الامام انا عمري في حياتي ما اتصلت عليه وقلت له انا محتاج فلوس، وقال لي لا، بس هو هيفضل يديني مره والتانيه، انا المره التالته ما عدتش اقدر اقول له انا عايز اتمرن عشان اخد، انما انا هقعد في البيت واتصل على رئيس النادي اقول له انا عايز فلوس عشان اصرف في البيت وكده، لا، لازم الحياه ترجع تاني ولازم الكره ترجع تاني ولازم الدنيا ترجع تاني، لان يعني احنا ملناش مصدر تاني غير الكورة. يعني انا ما اعرفش اشتغل حاجة غير الكورة. تمام. طيب بالنسبة يعني حضرتك نظام الصعود والهبوط في الأقسام الثالث والرابع الأقسام الأدنى من الدوري الممتاز، إيه رأي حضرتك في نظام الصعود والهبوط، وهل هو مفيد يعني هذا النظام اللي بيطبق حاليا مفيد لكرة القدم المصرية؟ والله بص يا استاذ محمد، انا نظام الترقي ده نظام ظالم بصراحه. يعني ليه؟ لان انا لعبت سنتين في ميجا درجه ثالثه، كنا طول الدوري متصدرين الجدول بفارق 15 بونت، سنتين تمام ورا بعض بفارق 15 بونت، تمام وجينا لعبنا ترقي سنتين ورا بعض ما صعدناش. اه فانا بشوف النظام القديم اللي هو يصعد الاوائل وينزل 3 فرق، وفي الممتاز به يصعد فرقه وينزل 3 فرق، النظام القديم ده كويس، لان بصراحه ده ما فيهوش ظلم، انما نظام الترقي ده فيه ظلم كتير لانديه كتير. يعني بصراحه يعني انا واحد من الناس عانيت مع نادي ميجا سنتين بنظام الترقي ده، يعني اتظلمنا فيه جامد. يعني
فانا شايف ان النظام ده بصراحه ظلم، نظام الترقي ده بصراحه يعني. يعني نرجع للنظام القديم اللي هو 9-3-1، اللي هو 9-3-1 ده، ده يعني نظام 9 في كويس ده. الدرجة الثالثة بيصعد منهم أول، كل مجموعة اول بيصعد كل مجموعه الممتاز به، صح يا بيبي. وبيصعد 3 فرق في كل مجموعة، وبيبقى 3 فرق من الممتاز اللي هو به. النظام القديم، اللي هو تمام، النظام القديم هو ده، أفضل نظام ده افضل لإدارة نظام. الكرة المصرية طبعا ده اللي هو يعني بيطلقوا عليه نظام 9-3-1. انما نظام الترقي ده نظام ظالم بصراحه يعني. ابقى متصدر الجدول من اول الدوري واجي العب في دوري ترقي 4 ماتشات رايح جاي وما صعدش، وخاصة اللي في أندية بتصرف بتصرف بالملايين، كتير. يعني في أندية كتيرة في منافسة صح يعني بتبقى شرسة جدا، صح بيطلع أول مجموعة. طب أنا بعد ما أطلع أول مجموعة بصفي مع 3 فرق أو 4 فرق تانيين طالعين أوائل المجموعات الأخرى، طب الناس دي كلها صرفت، ظلم كبير. يعني يا آجي في نتيجة ماتش أو ضرب واخد من الجزاء 4 فرق أو فرقة. قرار يعني مثلا من حكم مباراة يا ممكن يضيع عن الموسم كله كامل ما علشان ان انا ما اصعدش في هو الترقي. حصل معانا في ميجا والله يا كابتن، سنتين ورا بعض يعني كنا محتاجين نتعادل مع بهتيم في بهتيم، نكسب بهتيم في بهتيم دي في السنة اللي صعدت بني عبيد اللي فيها، صعدت بنعبيد فيها، والسنة اللي والسنة بعدها التانية تلا هي اللي صعدت. نتعادل مع تلا عندنا ونصعد. تلا كسبت وصعدت. تمام، فاه يعني فعلا فعلا فهو نظام ظالم بصراحة يعني. أنا شايف النظام القديم أحسن من نظام الترقي ده بصراحة يعني. طيب في ظل يعني وجود حالات إيجابية للكورونا سواء كان في الدوري المصري أو في الأقسام المختلفة، يعني سواء في الدوري المصري وبعض الحالات الإيجابية اللي موجودة في الممتاز به حاليا، وهنذكر احنا مع حضراتكم الحالات اللي موجودة في كل فريق في الممتاز به إن شاء الله بعد ما حضرتك تأجب لنا عن السؤال ده، هل استمرار الدوري يعني دي في ظل وجود حالات إيجابية للكورونا مفيد أم ممكن إن احنا نلغي النشاط؟ يا كابتن محمد انا شايف الحياه لازم تمشي بقى، لان خلاص يعني الدنيا بدات تمشي واحده واحده اهيت. ويعني احنا بصراحه كفايه كده قوي يعني، كفايه تمام، للناس اللي تحت الدرجات اللي تحت دي كفايه عليها قوي. 7 شهور الناس بقى يعني لازم الحياه تمشي بقى والدنيا تمشي، عشان ده اكل عيش ناس ولاعيبه قاعده في بيوت مش عارفه تعمل حاجه غير الكوره. فلازم الحياه تمشي، الدوري الممتاز اتلعب اهوت والدنيا زي الفل وماشيه. عايزين بقى يعني الدنيا بقى تمشي يعني، العجله تمشي بقى والدنيا تمشي، عشان ده مصدر رزق ناس. ناس قاعده في البيت مش لاقي حاجه غير يعني، مش لاقي حاجه غير لعب الكوره يعني. فلازم الدنيا تمشي بقى. تمام. ماشي يعني فاهم. أعزائي المشاهدين، يعني هنقول لحضراتكم الحالات كل مجموعة بالنسبة للممتاز بيه اللي تم عمل مساحات لهم كابتن محمد. في المجموعة الأولى بني سويف سلبي، كل فريق بني سويف سلبي، كويس. البنك الأهلي سلبي، الألمنيوم حالة واحدة، شبان قنع سلبي، بترول أسيوط حالتين، تليفونات بني سويف سلبي، سوهاج حالة واحدة، المنيا سلبي، الفيوم حالة واحدة، والإعلاميين سلبي، والفيوم حالة واحدة، وطهطا سلبي. دي بالنسبة للممتاز به للمجموعة الصعيد. مجموعة القاهرة سيراميكا سلبي، الداخلية سلبي، بتروجيت سلبي، منتخب السويس سلبي، النصر سلبي، جمهورية شبين 4 حالات، القناة سلبي، والنجوم سلبي، والمريخ سلبي، وكوكا كولا حالة واحدة، والترسانه 3 حالات، والزرقاء سلبي. ده بالنسبه لحالات الكورونا اللي موجوده في القسم الثاني. نيجي للمجموعه الثالثه اللي هي مجموعه بحري واسكندريه، دمنهور سلبي، غزل المحله سلبي، فاركو سلبي، المنصوره 2 حالات، الرجاء سلبي، ابو قير للاسمده 3 حالات، ديكرنس سلبي، بلديه المحله 2 حالات، الحمام سلبي، الاولمبي 8 حالات، وماليه كفر الزيات 2 حالات، وبيلا سلبي. دي عدد الحالات اللي موجوده في القسم الثاني كله. كل فريق يعني اتعمل له مساحات عن طريق اللجنه الطبيه باتحاد الكوره، واثبتت عدد الحالات الايجابيه في كل فريق، او عدد او ان الفريق يعني بجميع عناصره سواء كان لاعبين او جهاز فني واداري وعمال سلبي. ده بما انك كابتن محمد يعني ابن من ابناء بني عبيد، فرقه بني عبيد السنه دي صعدت للممتاز به قبل نهايه الموسم باسبوعين، يعني
رسالة عاوز توجهها كده لإدارة نادي بن عبيد. انا من خلال حضرتك بهني مجلس اداره نادي بن عبيد كلهم بالاسم برئاسه الدكتور هرماس رضوان، اللي بصراحه يعني الراجل ده، يعني احنا الراجل ده يعتبر اب لينا كلنا في بن عبيد. الراجل ده عمل طفره في بن عبيد، عمل طفره في كل حاجه، في جميع المنشآت وكل حاجه. الراجل شايفين معانا كابتن محمد الحالات في كل فريق اهيت، شايفين يعني تحليلات الكورونا في المجموعات المختلفة، عارضها لنا الأستاذ وليد عمارة مخرجنا الرائع النهاردة اللي بنقدم له كل تحية النهاردة، يعني بيعرض معانا على الشاشة الأستاذ وليد عمارة حالات الكورونا اللي موجودة في كل فريق سواء كان في سلبي أو في حالات إيجابية. اتفضل. فانا من خلال حضرتك يعني بهنيهم على الصعود، هم يستاهلوا، متصدرين الجدول من اول الدوري. وبهني مجلس اداره بالكامل الدكتور هرماس، الرمز التاريخ بتاعنا دي، الاب الروحي لنا كلنا في بني عبيد. بهني حضرتك برضو بصفتك كنت موجود في الجهاز، بهني الكابتن عادل صديق متصدر من اول الدوري، وبقول له الف مبروك على الصعود. ويعني بهني مجلس الاداره كله، الباشمهندس سيد المندوه ابويا وحبيبي برضك، والاستاذ اسامه فاروق، والكابتن محمود خلف، والكابتن اسامه مصباح، والاستاذ حمدي عوض، بهنيهم على الصعود وربنا يكرمهم في اللي جاي ان شاء الله. كابتن محمد، يعني احنا هنا من خلال برنامج كرة البلد يعني دايما بنشيد بالجهاز الفني لفريق بن عبيد، الكابتن عادل صديق المدير الفني، وكان معاه الكابتن عبد العزيز حسن يعني لاعب المنصورة الكبير ولاعب طلائع الجيش كان مدرب عام، وايضا الكابتن عماد شادي مدرب عام، وايضا الكابتن يعني موجود معاهم الكابتن حامد بيس ومدرب حراس، والدكتور وايضا سيد ابو الكابتن طالب. بليغ حمدي كان مدرب عام. ويعني كابتن بليغ حمدي يا جماعه من تمام، الناس ناس اللي محترمة فاهمه جدا، كره كويسه ناس جدا محترمة ومدرب كبير ومحترم، يعني مدرب لا كفء جدا، مدرب كبير احسن ومحترم مدرب يعمل فرقه واعداد بدني ليها بصراحه. بصراحة. الكابتن بليغ حمدي من المدربين المتميزين جدا، بنتمنى له كل التوفيق، وايضا الكابتن حامد بيسو، والاثنين الدكاتره بتوع العلاج الطبيعي الكابتن سيد ابو طالب والكابتن احمد فؤاد، وايضا بالجهاز الاداري الكابتن احمد الفيل، والعمال حتى عمال الفريق الكابتن يعني ابراهيم رزق يعني، وايضا عوض حسن. عوض حسن ده يا جماعه عامل، وهو اللي بيرص الملعب وبيعمل كل حاجه في الكوره كانه مخطط احمال بالظبط. احنا بنشكر المنظومة المتميزة لفريق بن عبيد بقيادة يعني رجل المهام الصعبة ورجل الإنجازات الدكتور إرماس رضوان، بنقدم له كل الشكر وكل التقدير. وأعزائي المشاهدين، بنخرج فاصل لمشاهدة تقرير استعدادات فرقة ديكيرنس لاستئناف القسم الثاني، تقرير الزميل محمود خالد، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. والله يعني في البداية بنقول لجميع الناس كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون بداية موفقة إن شاء الله لجميع الأندية، وكل اللعيبة تبقى في حفظ وأمان ويخرجوا سالمين إن شاء الله في الفترة دي. بنستعد إن شاء الله في خلال الفترة دي إن شاء الله لبداية تمارين الفريق لاستكمال الموسم الماضي، الموسم الطويل اللي احنا شغالين فيه. 5 مباريات مهمين جدا بنحتاج ان احنا نستعد لهم في فتره قصيره جدا. فبنستعد الاول بعمل المساحات، وبعدين بدايه التمارين هنا ان شاء الله بنضغط فتره الاعداد بشكل كويس. عينينا ان شاء الله للمنافسه، نحط نادي تكرنس ومجلس ادارته في مكان يستحقه، وده اللي هنحاول نشتغل عليه الفتره الجايه باذن الله. ده الحمد لله كل اللاعبين موجودين بشكل كويس، يمكن معجب جدا بالتزامهم كمان في حتة الوزن،
اللعيبه كلها محافظه على وزنها بشكل كويس، في اللعيبه اللي كانت بتتمرن قبل كده، فده هيساعدنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه. الحمد لله ما فيش غيابات خالص، كله مستعد وكله مركز وجايين وعندهم حماس كبير جدا للبدايه، متشوقين للتمرين بعد انقطاع حوالي اكتر من 4 شهور، فان شاء الله نستغل الدفعه بتاعتهم دي ونستغل الاستعداد اللي هم فيه ونحقق خطوه كويسه باذن الله الفتره الجايه. برحب بيك طبعا ابو خالد والمركز الاعلامي كله وجماهير ذاكرنس. طبعا يعني بعد 5 شهور ولا 6 شهور القعده في البيت صعبه بصراحه، احساس كويس انت ترجع تتمرن وترجع تشتغل وترجع تلاقي عيشك وكده، بصراحه يعني احساس حلو، الواحد احسن من القعده وكده، فالوقت نرجع نشتغل ونشوف مصلحتنا ونشوف الفريق الاول ونطمن على الناس اللعيبه زمايلنا ونقابل الجماهير وكل حاجه ونستعد للماتشات، ال5 ماتشات الجايين ان شاء الله اللي هيبقوا حاجه حلوه بالنسبه لنا وفرصه حلوه قوي بالنسبه لنا ان شاء الله. لا طبعا يعني هو كان في برنامج وكان في شغل، بس بقى ما كان برضو انت بتشتغل في البيت غير ما بتشتغل في الملعب مع الجهاز الفني. ف اللعيبه كلها الحمد لله يعني الى حد ما راجعه ماشيه على نظام والاوزان مظبوطه الى حد ما، وطبعا اول تمرينه بتبقى صعبه شويه وقدامنا ال5 6 ايام الجايين دول برضو، عشان مهما كنت بتتمرن ومهما كنت عامل في البيت وماشي ببرنامج، بس برضو في الملعب والشغل مع الجهاز الفني حاجه تانية، فبنتمنى ربنا يعديها على خير والسلامه لكل الناس باذن الله. رجعنا لكم مره تانيه اعزائي المشاهدين الكرام بعد ما شفنا تقرير يعني بدء التدريبات لفرقه ديكيرنس احد انديه القسم الثاني بمجموعه بحر واسكندريه، وبنشكر الزميل محمود خالد على هذا التقرير مدير العلاقات العامه والاعلام بنادي ديكيرنس. ومعانا ضيفنا وضيفكم النهارده نجم كره القدم لاعب غزل المحله السابق كابتن محمد جمعه، اهلا بك يا كابتن محمد مره تانية. هندخل بعد كده اعزائي المشاهدين يعني ان شاء الله هيتم يعني استكمال مسابقه القسم الثاني الممتاز به ان شاء الله، يبدا المباريات 25/9 القادم، وايضا القسم الثالث هيبدا المنافسات في اول اكتوبر. بنبدا مع بعض حضراتكم كده يعني المنافسه في كل مجموعه الصعيد اللي هي المجموعه الاولى، بني سويف 35 نقطة والبنك الأهلي 35 نقطة، الألمونيوم 32 وشبان قنا 31 نقطة. منافسة رباعية يا كابتن محمد. منافسة قوية. منافسة رباعية. إن شاء الله. وجهة نظر حضرتك في يعني هذه المنافسة ومن القريب إن هو يصعد للدوري الممتاز. أنا متابع فرقة بني سويف من أول السنة، فرقة كويسة عاملة أعداد كويس، أنا شايف اللي هم الأقرب للصعود لأنهم فرقة كويسة وأنا متابعهم من أول السنة، عاملين أعداد كويس ومعاهم مدرب كويس وماشيين بخطة ثابتة وأنا شايف اللي هم الأقرب للصعود للدوري الممتاز. يعني فرقة بني سويف 35، البنك الأهلي أيضا 35 نقطة، والبنك الأهلي يا كابتن محمد لسه صاعد من الدرجة الثالثة هذا الموسم، ومعاه فرقة الألمونيوم 32 واللي بيقوم بتدريبها الكابتن ياسر الكناني من أحد يعني المدربين المتميزين شخصية جدا، مدرب كبير طبعا، وشبان قنا فرقة برضك صاعدة من الدرجة الثالثة ومنافسه شرسه جدا رباعيه في هذه المجموعه. هي المنافسه شرسه زي ما انت قلت حضرتك يا استاذ محمد، ولسه متبقي 5 مباريات لكل فريق. بس انا شايف يعني بني سويف انا متابعها من اول السنه مستواهم ثابت، وانا السنه اللي فاتت كانت منافسه برضك بس ما صعدتش، وانا شايف اللي هم السنه دي اقرب للصعود يعني ان شاء الله بني سويف يعني ان شاء الله. طب ندخل اعزائي المشاهدين معاكم في المجموعه الثانيه، مجموعه القاهره والقناه، سيراميكا اول المجموعه 32 نقطه، الداخلية 31، بتروجيت 29 نقطة، يعني منافسة ثلاثية في هذا المجموع. الداخلية وبتروجيت في بداية الموسم كانوا بعيد قوي، كانوا تحت قوي قوي يا كابتن محمد، كانوا بعيد عن بس صعدوا رويدا رويدا حتى قمة المجموعة مع بنفسهم. بتروجيت والداخلية عندهم لعيبة خبرات قدرت تيجي من بعيد تقرب على المنافسة، وفرقه سيراميكا برضك يعني من اول السنه ماشي اول برضك فرقه كويسه وصرفه، لا بس فرقه سيراميكا جت في الثلاث اربع مباريات اللي قابلهم سوء توفيق بس كان في اخر تعادلات سوء توفيق اللي كانوا زمانهم صعدوا
بنسبة كبيرة نسبة الصعود هو يعني. يعني قابلهم سوء توفيق غير طبيعي في الثلاث اربع ماتشات الاخاره، وفي نفس الوقت الداخليه وبتروجيت ما كانوش بيضيعوا بنقط، كان على طول بيكسبوا لغايه ما قربوا من المنافسه. تمام. فانا شايف بتروجيت والداخليه فرقتين عندهم لعيبه خبرات، لعيبه من الدوري الممتاز قدروا اللي هم يجوا من بعيد قوي يخشوا منافسه تاني. انا شايف المجموعه دي بصراحه يعني ما اقدرش احدد لك مين اللي هيصعد فيها، لان الثلاث فرق كبيره، فرق لعب الدوري ممتاز، بس انا شايف ان فرقه سيراميكا يعني صرفه كتير السنه دي وعامله اعداد كويس وعندهم لعيبه كويسه انا اعرفها، عبد الله بيكا لاعب المصري وفرقه كويسه جدا. يعني انا شايف ان هم يعني المجموعه دي ضرب نار بصراحه، يعني ما تقدرش تقول مين اللي هيصعد فيها يعني. طيب المجموعه الثالثه سريعا كده، فيها مجموعه بحر واسكندريه، دمنهور 33 نقطه، غزل المحله 32، فاركو 32، والمنصوره 30 نقطه، تمام. منافسه رباعيه شرسه. منافسه قويه بصراحه، تمام. في هذه المجموعه المنافسه قويه في المجموعه ديت، مجموعه بحري بصراحه مجموعه قويه جدا، مجموعه جماهيريه، مجموعه فيها لعيبه كويسه، منافسه قويه. المنصوره كانت بعيد برضو، كانت في المركز السابع او الثامن، دلوقتي ما شاء الله بقت المركز الثالث. انا شايف ان المنافسه قويه بينها وبين غزل المحله وبين الدمنهور، فانا شايف الاقرب للصعود في المجموعه دي غزل المحله. طيب اعزائي المشاهدين، يعني نخرج فاصل مره تانيه لمشاهده تقرير دوره محبوب الجماهير تحت رعايه الحاج محمود عبد العاطي، ونرجع لحضراتكم مره تانيه. تقرير العربي الاشموني. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شيء مشرف جدا باستضافه شركه العطي لينا النهارده في نادي مترومي، وبنشكرهم عليها، وما شاء الله كانت حاجه جميله الدوره، من خلال الدوره واللاعبين المشتركين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اول حاجه بشكر شركه العطي للتشطيبات المعماريه، وبشكر الزمايل كلهم اللي لبوا الدعوه ان احنا نبقى في دورة إلكترونية على أعلى مستوى زي دي، وما شاء الله يعني تنظيم كويس، وبشكر الناس على الاحتفالية دي والله بجد. أهلا بحضرتك الأول يا كابتن عربي. والله البطولة كان هدفها إن زي ما بدأت بالحب تنتهي بالحب، والحاج محمود عبد العاطي قدم لنا كل الوسائل إن احنا ننجح الدورة دي. الحمد لله احنا والله شرف لي انا وسط المجموعه الكبيره دي، وشرفت بيهم حب الناس. بس الحقيقه في اجواء جميله على روح المرحوم كابتن حمدين عبد الجليل، ودي احسن مناسبه نقدر نعملها اليوم على قد ربنا ما قدر. موجوده النهارده، وبشكر شركه العاطي والتشريفات الاعلاميه على الاستضافه الجميله دي. لو اتكلمنا على فريق العاطي، احنا بنشارك في البطولات الخماسيه والسبعيه على مستوى المحافظه والمحافظه الشرقيه كمان، وحققنا اللقب ده كذا مره بفضل برضو الجماعه اللي معانا والتيم اللي معانا، اللي مش عايز اذكر حد لان هنسى ناس كتير، ابرزهم كابتن محمد عبد الله والجندي ووليد. مبسوط جدا ان النهائي ده تم اهداءه لروح كابتن حمدينو، طبعا هو يعني اللي حطينا كلنا على الطريق، وهو كان سبب اساسي بعد ربنا في ان احنا نلعب كوره والناس تعرفنا. تاني حاجه طبعا فكره الدوره كانت فكره جميله جدا، من لامم لعيبه صراحه، منقي لعيبه على اعلى مستوى كلهم كدوره لها شعبيه وجمهور، هو نقى اللعيبه فعلا اللي لها اكبر شعبيه واكبر جمهور في كل ضمن حداد على روح الراحل الكابتن حمدينو عبد الجليل محبوب الجماهير. هذه اللامعه في الاخد، مرحبا بكم حين تتلاطم امواج البحار، مرحبا بكم عند سقوط قطرات الندى على الظهر، مرحبا بالمنصة الكريمة، مرحبا بالسادة الضيوف، مرحبا بنجوم كأس محبوب الجماهير. رسالة بشكر المنصة الكريمة والسادة الأفضل الأفضل المشاهدين دون المغرب، احنا تواجدنا بالشكر اللي جاي مع المنصة اللي قامت على الدورة كاملة،
واشكر اللعيبه لان كانوا كلهم اخلاق رياضيه وروح جميله، وكانوا كلهم مش التحدي بمعنى التحدي، لكن كانوا بيعملوا حاجه جميله تجمعنا كلنا على الارض. اشكركم جميعا، كل سنه وانتم طيبين. اللعيبه قرروا ان هم يدوا كاس على روح المرحوم كابتن حمدين وعبد الجليل، ومش هنلاقي في الكنس كلها ان احنا ندي الكاس على روح حد غير كابتن حمدين وعبد الجليل. شركه العاطي عملت هذا الصغير، اللعيبه ال 16 كبروه، اللجنه المنظمه على الدوره كبروه. انا بشكركم الحقيقه، انا مش لاقي كلام اشكر بيه الساده الضيوف، مش لاقي كلام اشكركم بيه. الحفله صغيره لكن كبرت بوجودكم، كل سنه وانتم طيبين، ونتمنى لكم فرح دايما يا رب في كل ايام. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام بعد ما شاهدنا تقرير دورة محبوب الجماهير تحت رعاية الحاج محمود عبد العاطي اللي بقدم يعني دورة أكثر من رائعة، وكان معانا في التقرير النهاردة الزميل العربي الأشموني. رجعنا لكم مرة تانية ومعانا ضيفنا وضيفكم النهاردة نجم كرة القدم، نجم غزل المحلة السابق، اللاعب محمد جمعه. اهلا بيك يا كابتن محمد، منورنا الله على سعادتك. ويعني انت كابن من ابناء بني عبيد، شايفين في طفره انشائيه كبيره في نادي بني عبيد الرياضي وايضا في كافه المجالات، يعني عاملها الدكتور ارماس رضوان والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، وكان استاد يعني استاد بني عبيد من ضمن الاستادات اللي كان هيقام عليها مجموعه في كأس العالم 2010. بصراحة يعني أنا مش أنا اللي بقول، يعني الدايرة كلها اللي بتقول ومحافظة الدقهلية كلها اللي بتقول، الدكتور إرماس والدكتور مكرم بصراحة الناس دي شغالة ليل نهار عاملين طفرة غير عادية في بني عبيد، حاجة يعني بصراحة يعني الراجل ده ما بينامش، يعني الراجل ده قاعد بس لخدمة أهل البلد وخدمة الدايرة ورايح جاي، وآخر حاجة مستشفى بني عبيد التخصصي بيتجدد اهوت، متكلف حوالي 264 مليون جنيه، مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير جداً. والنهارده محافظ دقهليه دكتور مكرم بالفعل النهارده محافظ دقهليه كان بيفتتح النهارده مجمع المرور في بني عبيد عندنا، يعني بصراحه الناس ديت بيعملوا وهيعملوا وطول ما هم عايشين هيعملوا، واحنا في ظهرهم كاولاد البلد، احنا كلنا في ظهر الدكتور مكرم والدكتور هرماس. فعلا الدكتور هرماس والدكتور مكرم يعني علامتين من العلامات اللي دايما هتأثر في بني عبيد
يعني بني عبيد بدأت من قرية صغيرة، والدكتور إرماس رضوان من سنة 1990 وهو عضو مجلس شعب، بقت مدينة، مدينة بقت مركز، بقى فيها استاد عالمي ولا استاد القاهرة، فيها كل المنشآت. والله يعني محمد أنا ما بجامل ولا بقول مجاملة ولا حاجة، احنا محظوظين بالناس دي، يعني بالدكتور مكرم والدكتور إرماس، احنا كبلد محظوظين بالناس دي، لان الناس دي فعلا يعني الناس دي مش محتاجه حاجه نفسيه، الناس دي شغاله ليل نهار لخدمه اهل الدايره بس، يعني اللي هو البلد والدايره وهنا وهنا، الناس دي ما بتقعدش في بيوتها يعني، الناس دي بصراحه. وبعدين يا كابتن محمد انت تيجي تبص مثلا للدكتور إرماس، يعني عدى ال 65 سنه، راجل يا جماعه بيصحى الصبح الساعه 6 الصبح، اللي بصحيه واحد بيخبط عليه بيدخل يصحيه، نايم قاعد جنبه على السرير، بيصحى بيشوف طلبات الناس من الساعة 6 الصبح لما للساعة 1 2 3 بالليل. أستاذ محمد أنت بتتكلم في إيه ده؟ الدكتور هماس يعني الفترة الأخيرة كان حصل له ظروف صحية، وقعد الراجل كان عامل عملية المفروض يعني يقعد فيها شهر 2، الراجل ما فيش يا دوبك فك السلك وكلام من ده، رايح فين يا دكتور هماس؟ رايح أشوف البلد، رايح أشوف الدنيا ماشية إزاي؟ يعني الراجل عايش حياته بيفني حياته لخدمة البلد وخدمة الناس وخدمة، يعني الراجل ده كبير وصغير فاتح له بيته، الراجل ده بصراحه مش هيتكرر تاني في بني عبيد ولا في محافظه دهليه. تمام. والدكتور مكرم ربنا يبارك له ان شاء الله، احنا هنبارك له ان شاء الله في شهر 10 الجاي ان شاء الله مجلس النواب 2020، وان شاء الله احنا من دلوقتي هنبارك للدكتور مكرم ان شاء الله على النجاح، وربنا يوفقه واحنا وراه وكلنا مكرم رضوان ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للدكتور إرماس رضوان والدكتور مكرم رضوان، وكل الشكر لمنظومه بني عبيد في كرة القدم، نادي بني عبيد الرياضي تحت يعني رئاسة الرمز والتاريخ الدكتور إرماس رضوان، كل الشكر وكل التقدير للأستاذ إسلام الأحمدي مدير التنفيذي لنادي بني عبيد، من الشخصيات المحترمة جدا يعني، وبنشكر مجهود يعني بردك الكابتن هشام رضوان، بردك يعني كان واقف مع الفرقة واقفة جامدة السنة دي، وبنشكر كل اللي ساعد وكل يعني اللي ساعد بأي جهد لو حتى لو بسيط من أجل صعود فرقة بني عبيد للممتاز به. بنشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قديمة في حلقة قادمة من كرة البلد، كرة البلد في كل بيت في البلد. في نهاية هذه الحلقة بنتقدم بالشكر لرئيس التحرير مارينا جمال، وكل الشكر وتعظيم سلام يعني مخرج الروائع الأستاذ وليد عمارة، بنشكر كل أسرة الصحة والجمال، وبنشكر كل القائمين على هذه القناة اللي ولدت عملاقة، وبنشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من كرة البلد، كرة البلد في كل بيت في البلد.